جمعية مسارات للإبداع الثقافي تكرم بالرباط الشاعر الإماراتي الكبير حبيب الصايغ رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب. وبتكريمها لهذه الشخصية الأدبية الكبيرة تكرم جمعية مسارات 50 سنة من العطاء بذلها الشاعر الكبير للشعر والأدب ونظم الكلمة الموزونة. سعيد جداً بوجودي اليوم في وطن الثاني المملكة المغربية الشقيقة، حيث ألتقي في حوار مفتوح مع مثقفي هذا البلد العريق وأقرأ شيئا من قصائدي. تجربتي الشعرية تمتد ل50 عاما، ويمكن أن يكون فيها ما يجدر قراءته اليوم أمام هذه النخبة من الشعراء والمثقفين والمفكرين المغاربة. هذه واحد المناسبة باش نحيو الرحيم مع الفعاليات الوطنية المثقفة، شعراء وقصاصون، وصدفنا بهذه المناسبة هذه الشاعر الكبير حبيب الصايغ، واللي غادي يتحفنا إن شاء الله بقراءات يعني على واسع مجال في الشعر ولا في الادب. اذا حنايا كيشرفنا هذا النهار باش نستقبلوه في المؤسسه العتيده للمسرح الوطني محمد الخامس. وسافر الشاعر الاماراتي بالحضور الى رمال الصحراء بالمشرق العربي واتحفهم بنفحات شعريه نظمها عبر مسار طويل وهبه للشعر والادب. كلماته الموزونة اخترقت قلوب الجمهور، فتارة تحمله في سماء الحب والولة، وأخرى ينفطر لها الفؤاد من وقع الأسى والألم.